احنا بنتكلم معاكم عن الازمه الاقتصاديه اللي في منتهى الخطوره، كمان في ازمه معاها في منتهى الخطوره متعلقه بالديون الدولاريه. الديون الدولاريه دي اللي بتهدد مصانع وشركات كتير. تاني هقول لكم نفس اللي انا قلته النهارده، يمكن بتعقد منظمه الاعمال والجمعيات المستثمرين مؤتمر موسع حول مستقبل الشركات التجارية والصناعية الكبرى في مصر وتصاعد أزمة الديون الدولارية بعد تحرير أسعار الصرف، لأن في شركات مهددة بالتوقف منطقيا جدا. أنا النهاردة راجل صاحب شركة، تاني أهو أنا النهاردة راجل صاحب شركة، أخدت قرض من بنك ما في شهر 8 اللي فات أو شهر 9 اللي فات أو شهر 10، تمام؟ خدته القرض ده كان سعر الصرف الرسمي 8 جنيه 88 قرش، فأخدت 100 ألف دولار. ال100 ألف دولار دول علشان أبتدي أعمل بيزنس أو علشان أجيب مواد خام من برة أو علشان أمشي مصاريف الإنتاج بتاعتي، عشان أي حاجة أيا كان. أنا أخدت قرض، القرض ده كان ب800 ألف جنيه مصري، 800 ألف 88 ألف جنيه مصري، تمام؟ 888 ألف جنيه مصري. النهاردة علشان أرجع نفس القرض ده أنا هدفع 2 مليون جنيه. هو الفرق شهور، يعني بنتكلم أهو من 4 شهور، بدل ما كنت هرجع للبنك 888 ألف جنيه مصري هرجع للبنك 2 مليون جنيه مصري. طيب ده هيأثر عليا أنا،